بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدرديل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأدلته. قد وصلنا فيه إلى فصل الأذان، لما فرغ من بيان الأوقات شرع يتكلم على ما به الإعلام بدخولها وهو الأذان، فقال: فصل. الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد، ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي اختياري أو مجموعة، وكره لغيرهم حضرا ونذب سفرا ولو دون مسافة القصر، ولفائتة وذات ضروري وجنازة ونافلة. قال: فصل في بيان الأذان وأحكامه. الأذان سنة مؤكدة بكل مسجد. بدأ الشيخ بحكم الأذان. طبعا الأذان في اللغة الإعلام بدخول الوقت. الأذان لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول الوقت. ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. فحكمه سنة مؤكدة، هذا قول للإمام مالك وهو المشهور عندنا، وقول آخر بأنه واجب. كل واحد من الأئمة رضي الله عنه له روايتان في حكم الأذان: الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رضي الله عنهم قالوا إن الأذان سنة، وقالوا إن الأذان واجب روايتان. وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال إنه واجب كفائي. قال: لو تركه أهل بلد لقاتلهم الإمام. يعني لابد أن يكون في البلد، فلو أذن واحد رفع الإثم عن البلد كله. أما لو تركوا الأذان وأجمعوا على تركه يقاتلهم الإمام. ده دليل على إيه؟ دليل على فرضيته وأنه واجب، لأنه لا يقاتل على السنة. فلو كان سنة لا يقاتلهم الإمام على تركه.
طبعا الأذان شرع في المدينة المنورة بعد فرض الصلاة، كان الصحابة يجتمعون من غير أذان ولا إعلام، فاجتمعوا كما يقول سيدنا عبد الله بن عمر، فبعضهم قال نريد يعني أن نختار شيئا يعلمنا بالدخول في الصلاة، وبعضهم قال نتخذ قرنا كقرن اليهود، بعضهم قال نتخذ بوقا كبوق النصارى. يعني طبعا البوق والقرن آلة تحدث صوتا، تحدث صوتا عاليا فيجتمع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال يا بلال قم فأذن بالصلاة. فدخل سيدنا عبد الله بن زيد وقال يا رسول الله رأيت رؤيا، رأيت رؤيا، رأيت رجلا قائما ومعه بوق، معه بوق، البوق شيء يشبه الزمار لكنه كبير. قلت له يا عبد الله أتبيع هذا البوق؟ قال ما تصنع به؟ قال نعلم به للصلاة. قال لا، ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ قلت بل. فعلمه الأذان، التكبير، التشهد، الحيعرتين، التكبير، التهليل، كما هو وارد بالصيغ الثلاثة التي سنذكرها إن شاء الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، فقال له إنها رؤيا حق إن شاء الله، ثم قال له قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، وفي لفظ فإنه أندى وأمد منك صوتا. أندى يعني صوت لين ومطرب، وأمد بمعنى أعلى يعني أنه يسري أكثر منك. وكان سيدنا بلال جهوري الصوت رضي الله عنه. قال فأخذت ألقن بلال، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فأخذت ألقنه قل كذا، وكان يقول هذه مشروعية الأذان. فلما يعني أتم الأذان قال سيدنا عمر وأنا يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. يعني سيدنا عبد الله بن زيد رأى رؤيا وسيدنا عمر رأى مثله نفسه، فدل على أن هذا، أن هذه رؤيا من الله، رؤيا من الله، يعني أن الله لم يرضى بالبوق وإنما رضي باسمه سبحانه وتعالى، بذكر اسمه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا فيه روايات في الأذان سنذكرها إن شاء الله عند ألفاظه. هذا أصل فرضية الأذان. ومن ثم قال أهل العلم إنه سنة مؤكدة، هذا رأي الجمهور، سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد. هذا دليل على أن الأذان بواسطة المذياع أو التلفاز لا يجوز، لأنه سنة في كل مسجد ولو كانت المساجد متلاصقة، بخلاف رأي الناس الذين يقولون نريد توحيد الأذان، يعني مؤذن واحد
ويبلغ في كل الايه في كل المساجد، هذا لا يصح. يبقى مؤذن واحد يؤذن لآلاف المساجد او عشرات آلاف المساجد، كيف ذلك؟ كيف هذا؟ من قال هذا؟ وهل تجوز مثلا بعد ذلك ان نوحد الإمام؟ نقول إمام واحد، ثم بعد ذلك نقول خطيب واحد، وهكذا وهكذا معالم الشريعة تزول شيئا بعد شيء. إنك لتسمع العجب العجاب في زماننا هذا، من ينادي بعدم ذبح الأضحية؟ يقول لك يكفي أن ندفع أموالا، شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقبل. هم يريدون إبطال الشرائع، العقيقة يدفع بدلها، الأضحية يدفع بدلها، الهدي يدفع بدلها. وأين قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله؟ وانظر إلى رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد، رؤيا أذان والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقال إنها رؤيا حق إن شاء الله. وحديث ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني لو ثلاثة صلوا من غير أذان ولا إقامة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولأجل هذه الرواية قال الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد والإمام الشافعي، إن الأذان واجب. لأجل إيه؟ لأجل هذه الرواية، أنه إذا لم يكن هناك أذان ولا إقامة يستحوذ الشيطان عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. أول ما يسمع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، الشيطان يجري يفر، وله ضراط، يعني يخرج صوتا من دبره ليشوش على الأذان حتى لا يسمع هو الأذان. هكذا يفعل لعنه الله. فإذا قضي التأذين رجع إلى المصلين ليوسوس إيه؟ إليه في الصلاة، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. إذن فالأذان هذا شرع، يعني شرع لأنه ذكر وشعيرة ومطردة للشيطان. حتى ولو تلاصقت المساجد، يبقى إذن هو سنة، وإن كان المقصود به الإعلام لكنه مقصود به إقامة الشعيرة، إقامة شعيرة الأذان، حتى ولو كانت المساجد متلاصقة، يعني بجوار بعضها. ما يجيش واحد برأيه ويقول إيه؟ أذان واحد يكفي عن المساجد مثلا الثلاثة اللي هم إيه؟ متجاورة مثلا، أو كل مجموعة مساجد متقاربة يعني واحد يؤذن ويسمع الجميع، هذا لا يجوز. وإنما الأذان سنة مؤكدة ولو تلاصقت المساجد. حتى ولو لم يكن في المسجد أحد، هذا غير شرط، لأن الرجل الذي يؤذن في المسجد ويقيم ويصلي ولم يأتي أحد له ثواب الجماعة، حتى ولو صلى وحده. قال ولجماعة في حضر أو سفر طلبت غيرها للاجتماع في الصلاة، يعني أن الأذان يكون للجماعة في الحضر أو في السفر، طلبت غيرها، يعني لأن الأذان يعني شرع
لاجتماع الناس لصلاة الجماعة. ولذلك قال سنة مؤكدة بكل مسجد ولجماعة في حضر، يعني من غير مسجد جماعة تطلب غيره. مثلا زي ايه؟ مباني المصالح الحكومية في كل دور بيبقى فيه مسجد، هذه جماعة تطلب غيرها، يبقى يؤذنون في كل دور يخصصوا مكان للصلاة ويؤذنون. ليه؟ لأنهم جماعة تطلب غيرها، هذا معنى كلام الشيخ. ولجماعة في الحضر طلب غيرها، أو في سفر، يعني واحد جماعة مسافرون نزلوا منزلا وبجوارهم مساكن في الاستراحة، يبقى إذن يؤذنون لطلب غيرهم، يعني ليجتمع الناس إن هم بجوار الاستراحة ليصلوا معهم في جماعة. هذه الجماعة التي طلب غيرها في السفر. لكن لو جماعة محصورة، يعني جماعة وقفوا في صحراء وبميكروباص أو بسيارة مثلا ملاك 4، 5، 10، 15 ولا يوجد مساكن حولهم، يبقى هنا جماعة لا تطلب غيرها، يبقى الأذان في حقهم يعني لا يسن، لا يسن سنة مؤكدة. لكن قالوا لو أذن فحسن، لو أذن فحسن، لأن الأذان له ثواب مستقل، له ثواب مستقل، وخاصة في البادية بالذات. سيدنا أبو سعيد الخدري كما يروي الإمام مسلم في صحيحه قال لابن أبي صعصعة: يا ابن أبي صعصعة أراك تحب الغنم وتحب البادية، يعني أنك ترعى الغنم وتحب رعيها، فإذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذن للصلاة، فأذن للصلاة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من شجر أو حجر أو رب أو يابس إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال سيدنا أبو سعيد: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت في البادية ارفع صوتك بالأذان، لأن على قدر رفع الصوت وبلوغ مدى الصوت، فطبعا ده دليل على أن الرب واليابس والحجر والمدر والشجر يسمع الأذان، كما قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكر تسبيحه. يأتي يوم القيامة هذه الأشياء تشهد للمؤذن مهما بلغ صوته. هذا ثواب الأذان بالنسبة للمسافر أو الراعي أو الرجل اللي في الغيط في الزرع يؤذن بمقتضى هذا الحديث، مقتضى هذا الحديث الذي سمعه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. بس على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، إذا كان لا يطلب غيره، إذا كان لا يطلب غيره. أما إذا كان هناك يعني عمال مثلا يعملون، يبقى إذا تأكد في حقه، لأنه شرع لاجتماع الناس للصلاة في جماعة. ثم قال: لفرض لا نفل. فالأذان مشروع للفرائض الخمسة لا للنوافل، لا نفل كعيد. فطبعا العيد
يقال صلاة العيد أثابكم الله، أو يقال الصلاة جامعة، يعني كلمة تجمع به الناس وتوحي بصلاة العيد. لفرض وقتي، يعني له وقت محدد. هناك فرض ليس له وقت محدد كالجنازة، ليس لها وقت محدد فلا أذان لها، لأن الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فالجنازة في أي لحظة تصلي، يعني مدام بعيد عن غروب الشمس وطلوعها واصفرار الشمس يبقى لا يؤذن لصلاة الجنازة، وإنما تصلى في وقت حل النافلة. والفائتة، الفريضة الفائتة، يعني من فاتته الصلاة إذا دخل المسجد لا يؤذن. ليه؟ لأنه أذن وأقيم وصلية الجماعة، يبقى كل واحد طبعا يدخل يؤذن طبعا لا. ليه؟ لأنه فاتته الصلاة، فاتته صلاة الجماعة. أو واحد يريد قضاء الصلاة، قضاء الصلاة أيضا غير مؤقت بوقت، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، يبقى لا حاجة للإعلام طبعا بالفائتة لأنها تصلى في كل وقت. هذه معنى كلام الشيخ لفرض وقتي، أي له وقت محدود. فالفائتة ليس لها وقت معين، والجنازة كذلك، بل وقتها تذكرها في أي زمان، اللي هي إيه؟ الفائتة، فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. اختياري لا ضروري، يعني الأذان يكون في الوقت الاختياري، بمعنى يعني لو أذان مثلا تأخر 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة بعد دخول الوقت لا يسقط الأذان. بعض الناس لا يرضى بالأذان بعد مثلا مضي 5 دقائق من الوقت، يقول لها لا ما فيش أذان خلاص، ده لسه احنا فاتحين المسجد، لا ما خلاص الأذان خلص وانتهى خلاص. هذا إفتاء من غير علم، يعني إفتاء بالعقل ومن الجيب لا من الايه؟ من السنة. إنما الأذان في الوقت الاختياري، أنت مثلا ممكن ما تأذنش في ايه؟ في الميكروفون، لكن تؤذن على باب المسجد إقامة للشعيرة. يعني لو مضى على الأذان 10 دقائق أو ربع ساعة ومحدش أذن، أنت جيت فتحت المسجد والأذان مضى مثلا وقته باقي المساجد، يبقى أذن أنت إقامة للشعيرة على باب المسجد، ولا تؤذن في الميكروفون علشان ما تعملش بلبلة. لكن الأذان لا يسقط إلا بدخول الوقت الضروري، طول ما الوقت الاختياري موجود فالأذان مشروع ولا يسقط. في أي زمان؟ الاختياري لا ضروري، فيكره الأذان في الضروري، يكره الأذان في الضروري. لأن بعض العلماء يعني قال بالأذان للفائتة المقضية، استدل بحديث البخاري لما نام صلى الله عليه وسلم والصحابة في رجوعهم من غزوة حتى طلعت عليهم الشمس، أيقظهم حر الشمس، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم واستيقظ الصحابة وقال ارتحلوا من هذا الوادي فإن به شيطانا، ثم أمر بلالا أن يؤذن للصبح، فأذن وأقام وصلى صلى الله عليه وسلم الصبح بأصحابه. بعض أهل العلم قال بالأذان للفائتة المقضية، هي بعد انتهاء الوقت الاختياري والضروري، واستدل بهذا الحديث.
البلد. أو صلاة، أو صلاة مجموعة مع، أي الفرض الاختياري جمع تقديم أو تأخير، كالعصر مع الظهر في عرفة، والعشاء مع المغرب ليلة المطر، وكالجمع في السفر. طبعا عند المالكية الأذان سنة لكل صلاة حتى ولو مجموعة مع غيرها. يعني احنا صفة الجمع عند المالكية نؤذن للصلاة الأولى ونؤذن للصلاة الثانية، لكن الجمهور قال يؤذن أذان واحد للصلاة الأولى ونقيم للثانية. الجمهور، لكن المالكية قال الأذان للمجموعتين الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، يبقى بأذنين وإقامتين، والجمهور بأذان واحد وإقامتين. أو صلاة مجموعة، أي الفرض الاختياري جمع تقديم أو تأخير، كالعصر مع الظهر في يوم عرفة، أو العشاء مع المغرب ليلة المطر، وكالجمع في السفر، حتى لو جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء يعني يؤذن للأولى ويؤذن للثانية. وقولنا اختياري قيد لا بد منه تركه الشيخ، الشيخ خليل يعني الشيخ الدرديب زاده في ايه؟ في اقرب المسألة في متنه كلمة لفرض وقتي اختياري عشان يخرج ايه؟ الضروري. لأن هذا قيد لا بد منه. وكره الأذان لغيرهم، أي لغير الجماعة التي طلبت غيرها، وهو المنفرد والجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها. زي ما قلنا واحد مسافر وحده يبقى يصلي وحده ولا لأنه لا يطلب غيره. علة الأذان غير موجودة، اللي هي جمع الناس. أو جماعة لا تطلب غيرها، نزلوا في محل لا يوجد به سكان وهم موجودون 10 15 3 4 يبقى يقيمون الصلاة ويصلون من غير ايه؟ من غير أذان. وكذلك أي جماعة محصورة في مكان لا يوجد غيرهم فيه، إذا حضر وقت الصلاة أقاموا الصلاة وصلوا من غير أذان. وكره لغيرهم، أي سواء في الحضر أو في الإيه؟ في السفر. قال حضرا أي في الحضر. قال لكن في السفر، قال وندب لمنفرد في السفر، يعني زي ما قلنا ايه؟ ان الاذان بالنسبه للمنفرد والجماعه التي لا تطلب غيرها يبقى على سبيل ايه؟ الاستحباب. لحديث ابن ابي صعصع، حديث سيدنا ابي سعيد الخدري لما امره ان ايه؟ ان يؤذن وان يعني يمد الصوت حتى يشهد له كل رطب ويابس وشجر وحجر ومدر يشهد له. يبقى الأذان على سبيل الاستحباب، لكن احنا بنبين متى يكون سنة مؤكدة ومتى يكون
مندوبا. فيندب للمنفرد ويندب للجماعة في السفر التي لا تطلب غيرها. قال حتى ولو كان السفر دون مسافة القصر، يعني حتى ولو كان السفر قصيرا يعني 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو. قال كمن في بادية راع أو غيره، يعني اللي في البادية زي اللي في الغير بالضبط في الزرع، ده يستحب له الأذان لكن لا يتأكد، يعني إن أقام وصلى لا شيء، لكن هو يحرص على إيه؟ على شهادة الشجر والحجر والمدر والرق واليأس، يشهد له بالتوحيد وهو محتاج لهذا. قال كمن في بادية راع أو غيره وبقي حكم المنفرد اللي هو يطلب غيره، قال وبقي منفرد يطلب غيره أو جماعة محصورة في دار أو خان أي دكان لكنهم متفرقون فيها، قال والظاهر دخولهما في قوله جماعة طلبت غيرها، يبقى إذن يتأكد في الجماعة التي تطلب غيرها أو المنفرد الذي يطلب غيرها، زي الرجل اللي في الزرع وحوله عمال، يبقى ده منفرد يطلب غيره، لأنه لو أقام وصلى لنفسه محدش شيء، لكن لو أذن يجتمع عليه الناس، حتى ولو واحد معه أقل الجماعة اثنان، لو جاء واحد لا يكفي. هذا وارد طبعا أن الرجل إذا كان في البادية وأذن صلى وراءه ملائكة أمثال الجبال، فضل ثاني، يعني إذا لم يأتي من البشر أحد فقد جاء خير منه وهم الملائكة، فيكفي أنه يصلي إماما بالملائكة، ومش واحد ولا اثنين، أمثال الجبال يعني غير محصورة العدد أو شيء لا يعلمه إلا الله. قال أما الثاني فظاهر وأما الأول اللي هو منفرد يطلب غيره، فلأن المنفرد بالنسبة لمن طلبه جماعة، المنفرد إذا ما يطلب غيره يأخذ حكم الجماعة، فيسن له، يبقى يسن للمنفرد الذي يطلب غيره والجماعة التي تطلب غيره، قال فيسن ذلك. وكره لفائتة، يعني من فاتته صلاة لم يصليها يكره أن يؤذن لها، واحد فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، يبقى يكره أن إيه؟ أن يؤذن للفائتة، لأن مش كل الناس عليه هذه الفائتة، والفائتة دي تخص إيه؟ تخص واحد. بس بعض العلماء قال يعني يجوز أن يؤذن وأن يسمع نفسه ويقيم، يجوز له ذلك، واستدلوا بحديث سيدنا بلال لما نام واستيقظوا بعد الصحابة بعد صلاة بعد طلوع الشمس، تعتبر فائتة قضائية كمان قضاء، وأذن لها أو أمر صلى الله عليه وسلم بالأذان لها. بعض العلماء كان يجوز أن يؤذن من فاتته الصلاة وأراد أن يخرج، لكن يسمع نفسه، يؤذن بحيث يسمع نفسه. وكره لفائتة و
ولصلاة ذات وقت ضروري، يعني اللي هو يصلي في الضروري. أيضا يكره الأذان، وكذلك لصلاة جنازة ونافلة كعيد وكسوف، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لجنازة أو لعيد أو كسوف أو استسقاء أو غير ذلك من الصلوات اللي سنة مؤكدة أو فريضة كفائية. لأنه هذا مفهوم فرض، ولجماعة القدر وغيرها لفرض. فالنافلة لا أذن لها، لأن وما قبله مع الأول مفهوم وقتي، لأن الجنازة لا وقت لها والفائتة لا وقت لها. وذات ضروري مفهوم اختياري، قال فلم يأتي على الترتيب، يعني في الوقت الاختياري يشرع الأذان، لكن في الضروري لا يشرع الأذان. ثم قال وهو مسنى، ألفاظ الأذان وهو مسنى عند الإمام مالك. ولو الصلاة خير من النوم بصبح إلا الجملة الأخيرة وهي التهليل لا إله إلا الله. فالمالكية أخذوا برواية أبي محذورة، رواية أبي محذورة وهو الأذان المسمى، يعني إحنا في المالكية نكبر الله أكبر الله أكبر كل تكبيرة وحدها، ثم يقول الشهادتين بصوت منخفض يسمع الحاضرين في المسجد. لذلك الشيخ يقول إذا لم يسمع الحاضرين لم يكن آتيا بالسنة، يعني لو حرك بها شفتين لم يكن آتيا بالسنة، يعني لما يأذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صوت يسمع نفسه والحاضرين في المسجد. لكن لو حرك الشفتين فقط ولم يسمع الحاضرين لم يكن آتيا بالسنة. فدي رواية أبي محذورة، لأن الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، وسيدنا بلال، وسعد القرز، وسيدنا أبو محذورة. هؤلاء المؤذنون المشهورون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أخذنا رواية أبي محذورة، رواية أبي محذورة طبعا الذي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في الموطأ وفي السنن، رواية صحيحة. ثم يرد الشهادتين بصوت عال، يبقى كان احنا بنربع الشهادتين، نقولها بصوت منخفض وصوت مرتفع. اما حي على الصلاه فهي مرتان، وحي على الفلاح فهي مرتان، والتكبير كذلك مرتان، والتهليل جمله واحده من غير تسميه. وهو اي الاذان في مذهب الامام مالك مسنى بضم الميم وفتح المثلثه من التسميه، لانه عمل السلف بالمدينه، اي هو عمل اهل المدينه اخذا بروايه ابي محذور محذوره رضي الله عنه. لا مربع التكبير، طبعا فيه روايتان، رواية في الأذان ثاني يعني أخذ بها الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وهي تربيع التكبير،
التربية التهذيب. الله أربعة. لكن مفيش إيه، لا توجد الشهادتان بصوت منخفض، يعني يربع التكبير ويقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع. هذه أيضا رواية. وفي رواية ثالثة تربيع التكبير وتربيع الشهادتين، دي رواية أيضا موجودة في الصحيحين من حديث سيدنا عبد الله بن زيد التي لقنها في الرؤيا. فالروايتان صحيحتان، يعني كل إمام من الأئمة يعني أخذوا إيه برواية. الإمام مالك أخذ رواية أبي محذور الحزمي، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما أخذ برواية تربيع التكبير مع إيه؟ مع تربيع الشهادتين، يعني رفع الصوت بالشهادتين أو مسلم. أما الذين أخذوا بتربيع الشهادتين فالشافعية، الإمام الشافعي يعني يقول أربع تكبيرات مرة أربع مرات والشهادتان بصوت منخفض وبصوت اسمه يسموه الترجيع، يسمونه الترجيع. والكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو الصلاة خير من النوم، تكون مسمع بصبح خاصة بعد الحيعلتين، يعني أن الصلاة خير من النوم خاصة بالصبح. ولذلك لما واحد راح لسيدنا عمر وقالها في العصر عرك أذنه وقال هذه في صلاة الصبح. يعني يقول دي خاصة، يعني خاصة بصلاة الصبح، لأنه حتى لما قالها سيدنا بلال أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الخروج قالها سيدنا بلال، فقال له صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الصبح. هذا سنة تقريرية، سنة تقريرية، اجعلها في أذانك إيه؟ في أذانك الصبح. هذا والله تعالى أعلم.